المجتبى نعم غزل غزول في تهيم تهيم الأبكار ما سباني في البلاد إلا الرسول النبي المختار محمد خير المقام المصطفى المختار.
يدمي هدا صرختي ورجايا والنور في حجايا أشاب على ورا صلى الله عليك هدا دمغلات الآية يا شمس الهدايا يا نور القلوب يا رسول الله أنت هو المحبوب يا ما راح عشقي فيه والحب يتفح شايا واسكب بحضايا روحي وهبتها لي لا ترضي يا نور وجهي والنايا يا فاس الأنايا أشاب على ورا صلى الله عليه إعداد مدات الآية يا شمس لهدايا الصلاة عليه نور ألا إن الصلاة عليه نور لذا الظلمات في اليوم المهول لذا الظلمات في اليوم المهول إذا صليت صلى الله عشرا إذا صليت صلى الله عشرا بواحدة عليك على الرسول بواحدة بواحدة عليك على الرسول الله عظم قدر جاي محمد وأنا له فضلا لدي عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا علي وسلموا تسليما يا عاشقي طه سيد الأسياد صلوا على المختار عظيم الجاه حبيب ربنا مولاي محمد سبحان من وده بالفضل وعطاه صلوا على شفي في يوم الميعاد عريس الجنة في خلق الله سيدار صور حبو صور عين الغفور من رفضوا نعمة جديد ونا لمنا شمس لقود فيما رسول مدحو رسول وجميع العشاق شيقار صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد رب العباد دايم صرنا ثم سلام عليكم جدا ثم سلام عليكم جدا وعلى صحان وعلى حالك الأخيار بعد تقول ما سحبت بيها مطار مدى طول سنين في هذه حاتي
حتى نلقى الله اقتفى سبيل هداك بدوام صلوا يا حضار رفعوا الاصوات بالاذكار لا شيع الامه محمد المكرر وجود حلالنا من جاب السنه الكريم متعالي يا الرايد حرفت الاشعار فوز واغنم مدح المختار مدح سيد الكونين على شكل صفا طهال مكي شبيعنا يوم يكون الخار اشلى وهوالي ريق والصابون ادم سيد الاشيل الأشياء صلي يا